مؤتمر العلمي الذي تخلل معرضاً متنوعاً كشف عن إمكانيات مهمة جداً. ما يميز هذا المؤتمر وما يميز المعرض أنه تحدث عن محافظة المثنى، تحدث عن إرث العراق، عن مكنونات العراق. تحدثنا بكلام مهم هذا اليوم، اغتنمنا فرصة المؤتمر لنتحدث عن حقائق المحافظة التي بدأت تنكشف واضحة، تميزها هذه الحقائق بأن تكون أولى ومتقدمة على مستوى العراق وعلى مستوى المنطقة. حقيقة شاهدنا نماذج متنوعة من المحاصيل الزراعية، شاهدنا نماذج متنوعة أيضا من إرث المحافظة، شاهدنا نماذج متنوعة من تشكيلات المحافظة. اهتمامه الكبير بجامعة المثنى ومتابعته المستمرة لكل نشاطات الجامعة وحضوره اليوم يعبر عن فخر واعتزاز أساتذة وموظفي الجامعة لمتابعته مؤتمر الثاني لكلية العلوم. هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تقديم مشاريع وبحوث تخدم المجتمع وتخدم المحافظة، وإن شاء الله يكون هذا المؤتمر هو خطوة إيجابية بتحقيق ما تصبو إليه الجامعة والمحافظة لخدمة أبناء المدينة وخدمة طلابها، وإن شاء الله تستمر الجامعة بهكذا مشاريع. تقيم كلية العلوم جامعة المثنى لهذا اليوم مؤتمرها الدولي الثاني بحضور باحثين من مختلف الجامعات العراقية والأجنبية. ضم هذا المؤتمر ما يقارب 80 بحث لمختلف الباحثين من الجامعات العراقية وأكثر من 25 بحث لباحثين من خارج العراق. طبعا المحاور الرئيسية التي تناولها هذا المؤتمر هي 5 محاور: الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة، الرياضيات والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة. يتخلل هذا المؤتمر مجموعة من الفعاليات والنشاطات لمعارض للكتاب وما يمثل التراث الشعبي لمحافظة المثنى. جامعة كويا في إقليم كردستان في قضاء كوسنجق، أتينا مع جامعة المثنى عمادة كلية العلوم في مؤتمر مشترك في اختصاصات الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء. أولا تبادل المعلومات والآراء في المجالات البحثية في اختصاصات العلوم الطبيعية والاشتراك الأساتذة فيما بينهم في تطوير المجال العلمي. احنا نمثل مؤسسة يوريكا الفرنسية وجينا هنا بالمؤتمر لغرض المشاركة بالمؤتمر ودعم البحوث، وإضافة إلى ذلك ننشر البحوث في مجلة الأمريكان إنستيتيوت أوف فيزيكس اللي هي الآي أو بي، وإضافة إلى ذلك عندنا أيضا مشاركة في بحوث أوروبية أخرى راح نشارك بها المؤتمر تقدر حوالي ب 25 بحث، إضافة إلى دول عربية أيضا راح نشارك في هذا المؤتمر.